رجل الحليب لكي ينمو. تأدبي روزاريو ولا تتأففي، فأنا مثلك أيضا أكتفي بالقهوة. إن شئت أعطيك بعض الخبز ميتشي. لن تأكل شيئا، لكن لاحقا ستحصل على الطعام من دون فيلو. لأن السيدة فيلو طيبة معي، وعيب أن أكون جشعة. أنا دائما الخاسرة معك هنا. لا أذهب إلى المدرسة لأنك لم تدفع القسط، وأشرب القهوة من دون حليب لأنه من حصة أندرسيتو. لا أجد ثوبا ملائما أرتديه في المدرسة. صبحا وظهرا ومساء الجوع ينتظرني في هذا المنزل. كم أنت جشعة. أنا إلى اللقاء، الفطور كان شهيا. كم يسعدني أنك أحببته عزيزي. كن عاقلا وخفف من اللعب، هيا. هاي روزاريتو، لا تكوني حزينة أختي، قريبا ستحصلين على كل شيء وتجدين السعادة، لأنني سأحصل على المال. عدنا إلى الأحلام من جديد. ليست أحلام روزاريتو، أعدك بثروة كبيرة لا يمكنني البوح بسرها، لكنها آتية. اسمعي ميتشي، الجوع والعذاب يؤثران فعلا على صوابك. لا، سترين، بين يوم وآخر كلكم ستنعمون بالثروة وتسعدون. مرحبا تينا. مرحبا أندرتيتو. تأمت البقاء بعيد عن بلدي، أود كثيرا العودة وأنت لا تحبذ الفكرة. لا، ليس هذا مانيوليا. إذن ألم تسعدني حبيبي؟ اشتقت إلى مكسيكو. حسنا، أحاول إسعادك ما استطعت. أعود إلى المنزل لأرى كيف تسير الأمور وأرجع إلى المأتم. طيب كورديلو، إلى اللقاء. طاب يومك بالإذن. كيف مات؟ ببطء، تألم كثيرا. وخورخي لويس؟ غادر منذ قليل مع ريكاردو، سبقنا لكي يتقدم المأتم. أود مرافقته إلى المدافع. أكون ممتنة يا عزيزتي. لم أتناول اليوم إلا القهوة، فالخبز لم يكن كافيا إلا للصغيرين. يا ابنتي المسكينة، كم تضحين من أجلهما. طبعا يجب أن يكبرا. حدنا فيلو، لو تعرفين بماذا حلمت البارحة. بماذا عزيزتي؟ حلمت أنني كنت في مأتم جدا مهيب، وكنت أبكي. رفضت أن يدفنوا الرجل الميت، لكنهم دفنوه، وعندها استيقظت وأنا أبكي وأصرخ. ما معنى هذا دون فيلو؟ يا ابنتي، أمر سيء. أتعلمين؟ هذا يعني أن شخصا تحبينه سيموت في القريب العاجل. دون فيلو؟ لا عزيزتي، لا تفكري بهذا، لن يصيبه مكروه. كم أخاف أن تصدمه سيارة وهو ثمل. السكارى هم محظوظون، تعلمين، يمشون بين السيارات ولا يصدمون ولو كانوا يترنحون من السكر. دائما أقلقوا علي. إذن من يكون؟ اسمعي، لا تفكري كثيرا بالأمر، ربما قد يحدث وقد لا يحدث. يا إلهي، ربما. ربما ماذا؟ لا شيء، لا شيء، علي أن أذهب. شكرا للقهوة والكعك. ذاهبة؟ نعم، لأني سأمر بشخص، أو بالأحرى سأطمئن على مريض، ربما هو. أراك لاحقا دون فيلو. يا إلهي، أبعد الأذى، ربما سأصبح مليونيرة، لكني أريده حيا.
عذرا، بوابة الحديقة كانت مفتوحة فدخلت. ماذا تريدين؟ أريد مقابلة سانتياغو. تقابلينه؟ نعم، أطمئن عليه لأني رأيت أمس حلما سيئا. وهل تحسنت صحته؟ لدي أخبار سارة يا فتاة. ما هي؟ السيد سانتياغو قد مات.